انت بتحقق فيا كده ليه؟ انا عارف انت متأكد اني كدبت لما قلت اني شفت محمود وهو بيقتله. ده صحيح، انا لقيتها فرصة جديدة للانتقام. بكرة تثبت عليه التهمة ويحكم عليه بالاعدام واخلص منه واستريح من عدوي الوحيد. لكن سعادة الباشا، انت عمرك ما كانت روحك مليانة بالشر للدرجة دي. هو اللي عاوز ينتقم ينتقم بالشكل ده؟ انت مش بتتصرف بعقلك وفكرتك، انت انبل من كده واطيب من كده. ده الشيطان هو اللي بيسيرك. حرام حرام انت هتتسبب في قتل الروح اللي حرم الله قتلها. انا والله حزين علشان منصور بزيادة. سيبني ليه؟ طمني، أنا خايفة إنك هتفاجئني بخبر أسوأ من الأخبار المسمومة اللي كنت بتطعن قلبي بيها كل يوم. قولي، عملوا إيه مع محمود؟ محمود اتحكم عليه بالإعدام. علشان ينتقم منك.